في أول هجوم من نوعه منذ حرب استمرت 11 يوما. في مايو أيار الماضي أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، مؤكدا أن منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ اعترضته. الجيش أوضح في بيان أن إطلاق الصاروخ أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في تجمعات سكنية بجنوب إسرائيل قرب حدود قطاع غزة، متوعدا بالرد على مثل هذه الهجمات. إذاعة كان الإسرائيلية قالت أن إطلاق الصاروخ قد يكون ردا من المسلحين في القطاع الذي تديره حركة حماس على مقتل 4 فلسطينيين في وقت سابق. وفي وقت سابق من يوم الاثنين قتل 4 فلسطينيين في اشتباكات مسلحة واسعة اندلعت بين شبان فلسطينيين وجنود إسرائيليين، تخللتها أصوات انفجارات كبيرة وإطلاق نار متبادل في مدينة جنين شمال الضفة الغربية عقب اقتحام قوة من الجيش الإسرائيلي للمنطقة. الجيش الإسرائيلي أوضح أن قوة حرس الحدود تعرضت لإطلاق نار كثيف عن مسافة قريبة من قبل عدد كبير من الأشخاص، مشيرا إلى أن وحداته ردت على مصادر النيران وقتلت عددا منهم.